الملايين يعيشون في خطر، الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا خير الناس أنفعهم للناس على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم سنتحدث في هذا البرنامج عن موضوع مهم، وهو تسليط الضوء على أعلام في العمل الإنساني العالمي وكيف استطاعوا أن يغيروا العالم بأفعاله. هذا البرنامج يأتيكم برعاية إسلاميك ريليف، مؤسسة إنسانية مسجلة وغير ربحية مسجلة في كندا وعدد كبير من دول العالم، المقر الرئيسي لها في بريطانيا. تقوم بأعمال إنسانية وتساعد البشرية بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ولونهم ودينهم. اليوم في حلقتنا سنتكلم كما قلنا عن أعلام قاموا بتغيير العالم. صحيح أن بلادنا العربية والإسلامية تعيش أسوأ الويلات، وأن مجتمعاتنا تمر بصعوبات شديدة جدا، وحقا أن الشعور الإنساني عند كثير من البشر صار جافا بعض الشيء وكاد يتلاشى، إلا أنه لا يزال فينا بقية من خير الناس. هم الذين لا يهنؤون ولا ينام لهم جفن إلا إذا عملوا، وعملوا ما يخفف عن الآخرين من معاناتهم ومأساة عيشهم. اليوم سنتعرف على بعض هؤلاء خير الناس، نتعرف على حكاياتهم وما أحدثوا من تغيير في حياة مجتمعات كبيرة حول العالم. نتعرف عليهم عبر حوار سنجريه مع أحدهم، أحد الذين طافوا الدنيا سعيا لإنقاذ المنكوبين ونفع الناس. نتحدث عنهم مع الدكتور هاني البنا، مؤسس ورئيس هيئة الإغاثة الإسلامية سابقا، والمؤسس والرئيس الحالي للمنتدى الإنساني العالمي. معنا من لندن الدكتور هاني البنا، فأهلا وسهلا بالدكتور، نرحب به في قناتنا. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك، رمضان كريم. الله يعطيك العافية. شو أخبارك يا دكتور؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله، الحمد لله، الدنيا برد عندنا يومين دول. الله يزيدك الخير والبركة يا رب إن شاء الله. الدكتور هاني البنا لمن يعرفه هو طبيب، درس ولد في مصر ودرس الطب في القاهرة، ثم انتقل إلى بريطانيا لاستكمال دراسته هناك. حصل على الدكتوراه في الطب، ثم استكمل العمل في بريطانيا، وبعد ذلك بدأ بفكرة المؤسسة التي كلنا نسمع عنها، إسلاميك ريليف، التي تجاوز عملها تقريبا 40 عاما أو في حوالي 40 عاما، وساعدت ملايين البشر حول العالم. رجل ذو فكر ترك الطب ليسخر حياته للإنسانية، صاحب رؤية كتب عنه الكثير وأدخل اسمه في المناهج البريطانية، تم تكريمه من عدد كبير من رؤساء العالم، ومنها ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية والأمير برنس تشارلز. رجل أفتخر أن أقول أنه ضيفي اليوم. أهلا وسهلا بالدكتور هاني. أهلا بكم، الحمد لله. دكتور هاني، اليوم نريد أن نتكلم عن أعلام في العمل الإنساني، لكن السؤال الذي نسأله دائما، لماذا لا نسمع عن هؤلاء الأعلام والأسماء العربية والمسلم؟ هل ما يشاع أن المسلمين لا يقومون بأي أعمال إنسانية حول العالم، أم أنه لا يوجد قامات فعلا عالمية تستحق أن تذكر، أم أن الإعلام العالمي لا يعطي هؤلاء الأشخاص حقوقهم في تسليط الضوء عليهم، أم هل هناك عقم في أرحام العربيات والمسلمات من ولادة
شخصيات عالمية إنسانية. طبعا لا يوجد عقم، الحمد لله، على الإطلاق. بالعكس، أنا أنحني تبجيلا واحتراما للأم العربية والأم المسلمة، لأنها تتحمل أعباء ما لا تتحمله المرأة الأوروبية والأمريكية. فلذلك ما في عقم، وفي إنتاج دائم على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لكن لا يأخذوا حظهم من الإعلام، لأن الإعلام بعمومياته إذا كان إعلام عربي يهتم بجوانب مختلفة عن العمل الإنساني، لأن العمل الإنساني بعض الدول تعتبره أنه شبهة، وبعض الدول تعتبره أنه مصدر للإرهاب والتطرف والصدمات. فالإعلام العربي لا يضع في أولوياته أهم قوة ناعمة في المجتمع، وهي العمل الإنساني والعمل الخيري. بس الإعلام العربي الإعلام العالمي يعني. لا بس انا بتكلم ده، وهنتقل للاعلام العالمي. اوكي تفضل. فده في كدول اخرى بتقدر هذا المجال، لانها بتعتبر ان هذه المؤسسات الانسانيه هي اقوى قوه ناعمه. فتجد ان الحكومات الغربيه الامريكيه والاوروبيه تقف وراء المؤسسات هذه، لانها بتنفذ جزء من السياسات الخارجية للدول هذه. فلذلك احنا مننظر ده بالنسبة للدول واهتمام اعلام فيها. طبعا الاعلام الغربي كذلك ما بيديش للعمل ده اولوية قصوى، لكن لنصيب وفصحى في العمل يعني دايما بيجيبوه بعض الإبداعات اللي بتحصل للمبادرات للشباب اللي موجودة هناك. يعني يعني مساحة الحريات اللي موجودة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية أكبر بكثير من مساحة الحريات اللي موجودة في الدول العربية. على ذلك يعني هذا العمل يعني للأسف يعني لم يأخذ حظه أو نصيبه من الإعلام العربي. لكن لما نتكلم احنا عندنا، لو انا همشي معك تاريخيا، اجد ان السبعينيات كان هي الفترة الاولى لانطلاق هذه المسيرة الانسانية العربية، وبمؤسستين، يمكن احدهم لجنة مسلمة افريقيا اللي اسسها رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن الصميت، اللي هو كان بيدرس الطب في امريكا دراسات عليا، وحضر أحد المؤتمرات اللي بتتكلم عن كيف ستتحول أفريقيا من قارة غالبيتها مسلمين إلى قارة تكون كلها غير مسلمين. وده كانت الشرارة اللي خلته يؤسس لجنة مسلمي أفريقيا اللي أصبحت دلوقتي اسمها العون المباشر. دكتور عبد الرحمن الصميت يعني حبيبي وزميلي وأستاذي وصديقي رحمة الله عليه، ويعتبر هو أستاذي يعني، ندر نفسه لأفريقيا. من الصعب جدا إن إنسان عايش في بلد زي الكويت عند كل مقومات الحياة الرغد العيش وطبيب وكله يسيب كل هذه الأمور ويذهب إلى أفريقيا ويأخذ ولاده لأفريقيا وتذهب مع زوجته لأفريقيا ويعيش مع الأفارقة في لمدة شهور في مخيمات وفي مدن وفي قرى، ويلف كل أفريقيا. والجمعية اللي هي العون المباشر الآن لها أكثر من 30 مكتب داخل أفريقيا. كان ليه أيادي بغداء كثيرة جدا في نشر الثقافة الإنسانية والثقافة الإسلامية، ودخل على يعني أسلم على إيده الملايين من هؤلاء الناس. وكان دائما يفتخر رحمة الله عليه أن هو وصوله لأفريقيا والمستفيدين من الفقراء في أفريقيا وميزانياته أكبر بكتير مما توفره الوزارة، وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأوقاف لأفريقيا في هذا الوقت يعني. لكن كان هو رجل صادق
صادق صاغد بمعنى الصدق، يعني الصادق لا يتحدث من لسانه ولا يتحدث بيده أو بهزات رأسه أو اللي هو جسده، لكن يتحدث من قلبه عن قضية معاناة الأفارقة، إخواننا الأفارقة في كل مكان. وبدأت المبادرة من ملاوي وانتقلت بعد كده إلى كل أفريقيا بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذ عبد الرحمن السميت، الدكتور عبد الرحمن السميت، يعني ترك الطب وترك كل شيء وعشق تراب وعشق أمراض وعشق مناخ وعشق شظف العيش في أفريقيا وعشق المعاناة التي أراد فضل الله سبحانه وتعالى أن يحولها إلى راحة وسعة عيش لهؤلاء الناس، وعشق أيضا نشر الدعوة الإسلامية من خلال الكتب التي طبعت أو الشرائط أو التي نسخت أو محطات الإذاعة اللي هو أسسها في دول مختلفة في أفريقيا، أو العلاقات القوية جدا جدا اللي فتحت مجال كبير لبعض المحسنين وبعض التجار وبعض الاقتصاديين الكويتة والعرب لما ذهبوا مثل هذه الأماكن في أفريقيا على هج الدكتور عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه. دكتور عبد الرحمن السميت كان يجلس في أنا قبله في الكويت، كان يجلس في اللجنة في العون في المقر الهيئة تحت في الشارع جنب البوابة، يعني يقابل الناس ويسلم عليهم، يحكي لهم حكاوي وحواديت ويسأل عليهم وعلى أهليهم إلى آخره. لا كان يلبس الغالي ولا يلبس الأشياء اللي هي مكلفة زي كتير جدا من الناس المصريين، وكان دائما يعني على طرف لسانه أفريقيا بعمومياتها، يعني أعترف كانت عشيقته التي يهنأ بها دائما. وأعتقد إن شاء الله أنه الآن يلتف حوله في الجنة ملايين من الأطفال والنساء والرجال الأفارقة التي وصل إليها خير هذه الجمعية وخير هذا العمل. أخونا عبد الرحمن السميت، أخونا عبد الرحمن السميت كان يضرب المثل في التواضع والأخلاق الكريمة والحرص الشديد وبعد الرؤية ونفاذ البصيرة ونقاء السريرة. لماذا ترك دكتور؟ لماذا ترك الدكتور عبد الرحمن سميت الطب وانتقل إلى العمل الإنساني؟ هل تتوقع أنه لحالة نفسية داخله أم لأنه يريد تغيير العالم إلى الأفضل؟ دكتور عبد الرحمن سميت المؤتمر بتاع كولورادو للتبشير أو للتنصير هو اللي عمل، كان النقطة المحركة في حياة دكتور عبد الرحمن سميت. كانت النقطة المحركة في حياة دكتور عبد الرحمن سميت. ليس لها كان يعني حتى أول عمله كان في غرفة في مدرسة، كانش عنده مقر يقعد فيه في هذا الوقت إلى آخره. لكن التحول الرئيسي هو لما اطلع على مخرجات مؤتمر كولورادو ومستقبل أفريقيا بالنسبة لبعض المؤسسات اللي هي غير إسلامية اللي عايز غير الهوية الإسلامية لأفريقيا وتعملها هوية أخرى. ده كان المحور الأساسي كما قال الدكتور عبد الرحمن سميت عن نفسه. ربنا رح يرحمه ويغفر له. الدكتور عبد الرحمن من الشخصيات اللي كلنا نعتز ونفتخر بها، رحمه الله وغفر له ذنوبه وإن شاء الله في ميزان حسناته. طيب دكتور، هل لك أي حادثة حصلت مع الدكتور عبد الرحمن تحب أن تحدثنا عنها؟ هو من أظرف الأشياء اللي أتكلم عنها إن كان أول إحنا قبل حتى إحنا ما نبدأ في أو أول ما بدأنا عمل الإغاثة الإسلامية في 84 أو 83 كنت أنا اللي بجمع له التبرعات في بريطانيا لما يكون في مؤتمر، عشان هنا بقى نبص للشباب اللي كل واحد فيهم عايز يقطع رقبة الثاني، عشان نروح المكان ده قبل المكان ده أو المكان ده قبل المكان ده. لكن مكان يجي كنت أنا أجمع التبرعات لأفريقيا في المؤتمرات دي كلها وأعطيها للدكتور عبد الرحمن السميت قبل ما يسافر، وهو بيقرأ الكلمة بتاعته رحمة الله. زي ما أنت شايف إن هو
يعني يعني التواضع، المخالطة، اللي هو عدم الخوف. من أفريقيا مليانة أمراض غير عادية، غير عادية من الحشرات والديدان اللي ممكن تفتك بالإنسان. الدكتور عبد الرحمن كان يعاني في آخر أيامه من الضغط ومن السكر ومن الرجلية، كان فيها دوالي كثيرة يعني، وهكذا أمراض يعني. وكان شاب صغير، ما كانش كبير يعني، يعني الفرق بيني وبين عبد الرحمن سميت يعني يمكن هو أكبر مني بسنة أو سنتين، لكن توفى الله. ولكن هو أنجز وأبدع يعني، أسس آلاف المساجد في أفريقيا على إيديهم يعني عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الطلبة وحفاظ القرآن إلى آخره إلى آخره. ده ناهيك بقى على إيه؟ توزيع المعونات وتوزيع الملابس وتوزيع الأشياء اللي هي إيه؟ كل الناس بيستفيدوا منها دي. فإحنا في موقفنا مع الدكتور عبد المهندس سميت نشكر الكويت دولة وشعبا وحكامها طبعا، سمحوا لهذه الفسحة في العمل داخل دولة الكويت. وخرج منها الدكتور عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه، خرج منها الشيخ يوسف الحجي اللي هو كان رئيس هيئة الخير الإسلامية العالمية، اللي كان بيجلس في المكتب بتاعه. أنا عضو في الهيئة يعني، بعد ما أحيل على التقاعد كان يأتي الساعة 8 صباحا ولا يغادر إلا الساعة 2 أو 3 ظهرا، وهو كبير في السن، كان الرئيس بتاع الهيئة إلى آخره. شخصيات لا تتكرر، شخصيات تتكرر في الكويت رحمة الله عليه. وفي ناس آخرين زي الشيخ نادر النوري في جمعية عبد الله النوري، وفي ناس كتير جدا كتير كتير في الكويت. يعني المفروض الدول العربية أو المؤسسات تعمل قائمة أو موسوعة للمبدعين من الإنسانيين في الكويت، موسوعة من المبدعين الإنسانيين في المملكة العربية السعودية، موسوعة من المبدعين الإنسانيين في الإمارات. في الإمارات فيها السيد عبد الله جمعة الماجد، هو تاجر ولكن محسن وعمل أيادي بيضاء في أشياء كثيرة جدا جدا جدا، ربنا يديله الصحة وطولة العمر إن شاء الله. الإمارات قطر كذلك هكذا يعني. شوف هؤلاء الناس لابد أنهم يبرزوا يعني، مش فقط القيادات السياسية، احنا بنحترم القيادات السياسية، بنحترم القيادات الفنية لما الفنانين والمغنيين، لكن لابد علينا ايضا ان نحترم من يقوم على خدمة اليتيم والأرملة والمسكين كذلك، ونضعهم في مصاف ان لم يكن في مقدمة هؤلاء. طيب خلينا ننتقل رحمه الله على الدكتور عبد الله عبد الرحمن، وننتقل لشخصية اخرى، ننتقل الى مصر. هل تذكرك شخصيات في مصر؟ في مصر في شخصيتين رحمة الله عليهما، واحدهم هو الدكتور المهندس صلاح عطية. المهندس صلاح عطية كان من فقرة من أسرة بسيطة جدا، يعني ما هيش غنية، وكان هو يتحدث عن نفسه رحمة الله عليه. مات من سنتين أو ثلاث سنوات، وكان يعني زي ما تقول والده كان يشتري له الملابس علشان تكفيه للسنة اللي بعدها. وتخرج مهندس ودخل في الجيش اللي هو التجنيد. وفي الجيش يعني هو خارج كان عندهم حلم انهم يعملوا مزرعة اعتقد للدواجن او حاجة زي كده، هو وعايزين 10 اشخاص. العشر اشخاص دول كل واحد فيهم يدفع 200 جنيه عشان يجيبوا رأس مال 2000 جنيه ويعملوا المزرعة دي كلها. فجمعوا 9 اشخاص، اجتمعوا 9 اشخاص دول، كانوا من منطقة اسمها تفاهنا الاشراف. صلاح عطية ملياردير الغلابة، شايف رحمة الله عليه، وكان صغير لما مات، ما كانش كبير، مولود سنة 46، يعني هو عايش دلوقتي احنا بنتكلم عن 54 سنة، يعني في منتصف السبعينيات لما بدأ الموضوع ده، بدأوا من ايه؟ من زمان يعني. فقعدوا يدوروا على الشريك العاشر ما لهوش، فدخل عليهم في يوم من الأيام الأستاذ صلاح عطية رحمة الله عليه، وده أستاذي برضك، وإن لم نكن ألتقي وإن لم ألتقي به، وكان يكون شرفا عظيما لي ان التقي به رحمه الله عليه. قال لهم لقيت الشريك العاشر. قال له هو مين؟ قال لهم ربنا. شايف الشريك العاشر مين يا دكتور؟ ربنا. قال له يعني ايه ربنا؟ قال لهم ال 200 جنيه دول هنحطهم معانا كشريك باسم ربنا، يعني احنا 9 زائد العاشر ربنا، اما يتقسم الرزق يتقسم على 10 ورزق ربنا معانا. المشاريع دي في اول سنه بتخسر، لكن في اول سنه كسبت وثاني سنه كسبت، وزودوا نسبه الشيء اللي هو
اللي هو سهم ربنا الى ان اصبحت كل الايه السهم ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده هو استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا المجهود ان هو يقنع الازهر الشريف انه يعمل جامعه للازهر في المنطقه بتاعته اللي ما كانش فيها محطه قطر، واستطاع يخلي من السكه حيث في مصر انهم ينشئوا محطه قطر هناك، وقدم الاشياء دي كلها عشان وعمل عشان تنشا جامعه الازهر هناك. واستطاع في تفاهم الاشراف ايضا انه يبني بعد ما جامعه الازهر هناك انه يبني اللي هو الدورمتري اللي بنسميه ايه مساكن لسكن الطلبه، حوالي 1000 غرفه للشباب وحوالي 600 غرفه للبنات. واستطاع ايضا ان يعمل بيت المال، يكون بيت المال في المنطقه هناك بحيث ان هو يغني كل انسان عايش في المنطقه دي كلها اللي بتتكلم عنها. وده بدا امتى وده بدا ازاي؟ بدا بال200 جنيه بتوع ربنا. شوف يعني هو رحمه الله عليه صلاح بشمان صلاح عطيه طبعا، وانا في شيء من الحب ليه، هو انا شخصيا مني ليه، هو ان هذا الرجل ربنا حط ايده في ربنا من اول يوم، فربنا رفعه في الدنيا ورفعه في الاخره، وهو الان يسمع ما نقوله ويشعر بما نقوله ويجل ويشكر ما يقال عنه منك انت. وجزاكم الله خير ان انت تذكر مثل هذا الرجل رحمه الله عليه. الدكتور الثاني هو طبيب الفقراء الدكتور مشاري، المشاري رحمه الله عليه، اللي هو لم يستطع وهو خريج كليه طب جامعه القاهره لاصل عيني ان ينقذ طفله كانت اتحرقت فماتت بين ايديه، فصمم الا يعجز الفقير في كشف عنده. دكتور مشاري رحمه الله عليه اللي هو طبيب الغلابه زي ما بيسموه رحمه الله عليه، قعد 50 سنة في نفس المكان يعطي الاجر الزهيد البسيط للناس. وشفاء يا دكتور جزئين، جزء تطبيبي اللي هو بالادويه والحقن، وجزء فيه بركه من الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لكن لابد الجزئين يمشوا مع بعض. فهو كان بيعالج الفقير بالجزئين، بيعالجهم بالابتسامه، بيعالجهم باللقاء، بيعالجهم بالحب، بيعالجهم بالدواء، وكان يصرف لهم الادويه الرخيصه مش الادويه الغاليه رحمه الله عليه. وفضل الى ان توفاه الله سبحانه وتعالى، وجم بعض المحسنين يعرضوا عليه انه يغير المكان اللي هو فيه ده، قال لا، لكي لا افتن الفقير وازود اللي هو الكشف، قيمه الكشف اللي كان بياخدها كانت 10 جنيه. ال 10 جنيه دي لو احنا حسبناها في 50 سنه اللي هو عاشها كطبيب رحمه الله عليه، ممكن تكون علقت ملايين، او ان لم يبقى مئات الالاف من ابناء الشعب المصري في المنطقه اللي هو كان عايش فيها الدكتور محمد مشاري رحمه الله عليه. هو لم يكن يريد ان يذكر، ولكننا نذكره الان، وربنا يذكره هناك في ملأ اعلى خير من الملأ اللي احنا نذكره فيه. انت هتذكره عندك في التلفزيون، لكن ربنا ذكره في الملأ الاعلى سبحانه وتعالى، ويعرف من هو الدكتور مشاري محمد مشاري، وماذا قدم للمسلمين ولعامة الناس في هذه الخمسينية من عمره. في ايضا كذلك عندنا في قطر الشيخ عبد الله الدباغ اللي هو اسس قطر الخيريه اللي كان زمان اسمها جمعيه قطر لكفاله اليتيم. وده في اخر السبعينيات برضك. وحاليا دلوقتي اصبحت جمعيه قطر مؤسسه اسمها مؤسسه قطر الخيريه، بتجمع مئات الملايين من الدولارات كلنا في كل مكان بنتكلم عنه. بيكون مثلا عندنا ايضا الدكتور، انا افتكرته الدكتور فريد قرشي اللي هو كان المشرف العام لهيئه الاغاثه الاسلاميه في السعوديه، وكان استاذ واخد دكتوراه في الاعلام وفي التواصل، ومات الله يرحمه. ونقل النقله بتاعت الجمعيه دي اللي هو الهيئه الاغاثه الاسلاميه غرفه في داخل رابطه العالم الاسلامي الى مؤسسه عملاقه لها يمكن 40 او 50 مكتب في العالم رحمه الله عليه. هو اللي اسس الاوقاف، اللي ما زالت الاوقاف حاليا
بتصرف على هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه اللي موجوده. مات رحمه الله عليه ايضا بمات صغير، مات صغير، ولا كان لا يسكن الفلل والقصور، كان يسكن في سكن الجامعه اللي هو شقه انا رحت زرته في شقته وفطرت معاه في البيت. انا كنت عارف صديقي، يعني شوف عبد الشيخ عبد الدباغ صديقي، دكتور عبد الرحمن السميس صديقي، الدكتور عفريد القرشي رحمه الله عليهم، كلهم دول اصدقائي رحمه الله عليهم اجمعين، اصدقاء واخوه واساتذه ليا رحمه الله عليه، اللي هو دكتور فريد القرشي، وزرته وفطرت عنده في بيته، في شقته، مش في بيته، في شقته. لما نتكلم عن هذا الرجال الذين صنعوا تاريخ لامه لا سبقت لامه اسلاميه وعربيه وكان على مستوى العالم، السودان في مبارك قسم الله، وفي عبد الله سليمان العوض، في الدكتور الامين عثمان اللي اسسه منظمه الدعوه الاسلاميه اللي اغلقتها دلوقتي الحكومه والعياذ بالله. هؤلاء الناس اياديهم في افريقيا، عشرات الدول بيشتغلوا فيها دي منظمه الدعوه الاسلاميه اللي بنتكلم عنها. وننتقل من هؤلاء الرجال الذين ابلوا بلاء الحسن، وننتقل الى خارج الى محمد يونس. ما شاء الله، محمد يونس معروف. دكتور محمد يونس انا قابلته اكثر من مره، له مؤسس بنك الفقراء رحمه الله عليه. لا هو مازال رحمه الله عليه حي، ميت بس هو مازال حي، مازال حي طيب. وبدا يرى معاناه يعني، وعمل فاونديشن يعني معاناه المراه البنغلاديشيه. المراه البنغلاديشيه مراه منتجه، منتجه بسم الله ما شاء الله. يعني ايه، في مثل كده في مصر يقول لك ايه، الشطره تغزل برجل حمار، واخد بالك يا دكتور، الشطره تغزل برجل حمار. فهو بدا المشاريع دي كلها عشان تمكين الاسر الفقيره في بنك جرامين اللي هو عمله الدكتور محمد يونس، الاستاذ الاقتصاد محمد يونس. كذلك في واحد بس انا ناسي اسمه في بنغلاديش عمل حاجه اسمها براغ. براغ دي مؤسسه خيريه كبيره تعتبر راس مالها ما لا يقل عن 300 او 400 مليون دولار، وهي قائمه على العمل الحرفي المهني للنساء اللي بيبيعوه عن طريق المحلات التجاريه الخيريه. وفي اخ تاني اللي هو نتكلم عنه اللي هو السيد رحمه الله عليه، لسه ميت بقاله سنتين تقريبا، عبد الستار ايدي كان هو ايدي بالعربي مكتوبه ايدي، عبد الستار ايدي. يعني في 47 انقسمت الهند لباكستان والهند وبنغلاديش الى اخره، وبرك وكان خرج مع اللاجئين اللي خرجوا من ايوه رحمه الله عليه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لم يشرفني الحظ ان انا التقي به، لكنه يعني ترك بصمات على مستوى العالم وليس فقط على مستوى باكستان. رحمه الله عليه لما خرج في الفقر، اعتقد والدته ماتت بسبب ان ما كانش فيه وسيله انها توصلها للمستشفى. فقرر في سنة كان بيشتغل ايه بقى في الاول، كان بيشتغل بياع على عربية في الشارع، يعني سيلز مان يعني في الارض كده في الشارع. من هنا لانه كان مش تعليمه بسيط او مش متعلم، وفي نفس الوقت كان عنده رؤية. عمل ايه، بدأ يعمل الجمعية اللي اساسها دي اللي هي 51 او 57 لعمل علاج الناس، الاسعافات الاولية، شراء عربات الاسعاف، وهذه الاشياء. حينما يعني مرض وهو كبير في السن، رفض ان الدوله تخرجه بره عشان يتعالج، انا هتعالج في الوطن اللي انا عشت فيه وحبيته بالدكاتره بتوعه، بالممرضات بتاعته. فعلا مات وهو في مستحدث المستشفيات اللي هي اللي كان بيتعالج فيها الشعب الباكستاني. لما مات ترك الاسطول بتاع العربيات الاسعاف اللي كان بتشتغل في مؤسسه عبد الستار ايدي رحمه الله عليه، كان ما لا يقل عن 400 عربيه اسعاف. ما شاء الله 400 عربيه اسعاف، يعني انت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن اسطول زائد ما لا يقل عن 40 الف موظف ما بين دكاتره وممرضات في كل باكستان، في كل باكستان رحمه الله عليه، ده غير المتطوعين. يعني شوف هذه بذره الخير موجوده في بنغلاديش، موجوده في باكستان، موجوده في الدول العربيه،
موجودة في كل مكان في العالم. ومنتكلم احنا عن عمل الخير ده نرجع لإحقاق اللي هو الحديث، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. يعني لما هذه المنظومة لابد الآن احنا بقى نفكر فيها دكتور، نفكر في اننا كيف نجعل هذه الرموز وغيرهم 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 من النساء والرجال انهم رموز مجتمعية يبقوا قدوة حسنة للشباب عشان يحتذوا بهم. فلابد انتوا تطلبوا بان يكون لهؤلاء الناس وبالك في موسوعة معرفية تجمع اسماء كل هؤلاء الناس الذين أبلوا بلاء حسن في كل مكان في العالم من كل الدول اللي احنا بنتكلم عنها. أنا مشروع أنا كبير يستحق صراحة. نعم مشروع مهم جدا، مشروع مهم جدا. ولذلك نتكلم يعني انا ما عنديش مشكله ان الناس تجعل لها قدوه معينه، بس انا في مجال في المجتمع فارغ القدوات بتاعته موجوده لكن مش عايزين يملؤوها. ليه ما تملؤوهاش؟ يملؤوها وعلموا الاشياء دي. يعني اعملوا فيلم محمد يونس، اعملوا عنه فيلم، اعملوا عنه دراما زي الاتراك ما عملوا على ارطغرل، ودلوقتي عملوا على اللي هو اسمه ايه عثمان، وبيعملوا على بربادوس ولا بربادوس. يعني بربروس. الناس بتأثر لتاريخها، بتطلع رموز دي. احنا برضك لما نطلع رموز لينا. الاحسان قد يكون في الاكل والشرب وشراء الحاجات دي كلها، لكن في نفس الوقت في تأطير للتاريخ. يا دكتور احنا من اضعف الناس في كتابة التاريخ، ومن اضعف الناس في دعم المشاريع اللي هي البحثية، من اضعف الناس اللي لم يكن لنا ميزانية في اللي هو المناصرة اللي هو بنسميه advocacy، ومن اضعف الناس في الاعلام الحقيقي، الاعلام اللي جمع التبرعات بنصرف فيه عشرات الملايين، اما الاعلام الذي يغير الفكر فمن قدرش نعمله، ومن أضعف الناس في عمل دراما جيدة جميلة تستطيع أن تكون تؤثر لثقافة جديدة تغير فكر الشباب في المستقبل. ليه الضعف ده؟ فلذلك أنتم من منبركم ده ممكن أنت تتبنى هذا الموضوع. لماذا لا تؤلف القصص والحواديت والروايات والتمثيليات والمسرحيات عن يعني احنا عندنا مسرحية في مصر اتعملت في السبعينات اسمها شهاد ما شافش حاجة، كلنا اتفرجنا عليها 50 مرة، خلاص؟ غيرت ثقافة التعليم في العالم العربي كله. مش بس مسرحية واحدة. فما بالك بقى لما نطلع الكنوز هذه، وبعدين في نجوم غير عاديين موجودين، يعني أنا أعرف زميلة ليا كويتية برضك اسمها معايا العسعوسي تعشق اليمن. سامع يا دكتور؟ تعشق اليمن عشقاً. متخرجة من جامعة في أمريكا ورجعت عندها حياة مسيرة، رفضت، عملت جمعية نفسها، وهي الآن وأنا بكلمك معالي موجودة في صنعاء بقى لها 11 سنة بتشتغل، 12 سنة أو 13 سنة، يعني امرأة بألف رجل أو 100 ألف رجل. فما نتكلم عن هذه الشخصيات الكبيرة، وبالك لابد أنت وغيرك إيه يجعلوا هذه الشخصيات نجوماً في السماء، أنوارها تكون أقوى من شموس الأرض. صدقت دكتور، صدقت معك. سؤالي دكتور الآن، من يدخل هذا المجال، مجال العمل الإنساني التطوعي، لا يخرج منه لأنه يحبه، لأنه يرى ما يراه من نتائج على الناس والأشخاص، السعادة التي يرسمها، لكن هل هذه الشخصيات تعمل بشكل فردي اللي ذكرناها، أم أنها تعمل من خلال مؤسسات؟ وكيف ترى العمل المؤسسي التطوعي الإنساني؟ هل هو واجب أم تتوقع أنه كل شخص ممكن يعمل بشخصيته وانتهى الموضوع؟ لا، هو شوف العمل المؤسسي حاليا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، وأن أغلب إن لم يكن الغالبية العظمى من النازحين واللاجئين في العالم من الدول العربية الإسلامية. فيصبح العمل الإنساني المؤسسي هو الأولوية. ليه؟ لأن الأموال كترت.
كترت، مش عارفين مين بياخدها، مش عارفين مين يخش المساجد ياخد اموال ويمشي. فلابد يكون العمل مؤسسي بالدرجه الاولى. ولو لم يعني شوف انا لما ذكرت سته او سبعه شخصيات دول كلهم اسم مؤسسات، يعني منظمه الدعوه في السودان، يعني لجنه مسلم افريقيا والعلم البشري في الكويت، يعني قطر الخيريه، يعني هيئه غايات الاغاثه الاسلاميه العالميه، يعني جرامين بنك، يعني ايدي فاونديشن، يعني براغ، يعني الاسلاميك ليف، دي كلها مؤسسات. لو لم يكن هؤلاء الناس قادرين على تنظيم مؤسسات ما ذكرناهم اليوم، ما هناك في ملايين يا دكتور، دكتور ملايين هؤلاء بيعملوا عمل اللي هو بتاع كل يعني ياخد سلة غذاء هنا ويوديها هنا ويوديها هناك. لا لا لا، ايوه جزاكم الله خير، ده مستوى، ده مستوى، لكن المستوى الاعلى الذي يؤثر ويغير وينشئ ثقافات ويغير فلسفات هو العمل المؤسسي. ليه بقى؟ لان العمل المؤسسي بيكون لي سياسات، بيكون لي استراتيجيات، بيكون لي رؤى، بيكون لي طاقات، بيكون لي اصدارات، بيكون لي مشاريع، بيكون لي برامج، بيكون لي شراكات، بيكون لي تكامليات، بيكون لي رؤية كبيرة مع الشركاء الآخرين. فلذلك بيتحالف معه الشركاء المؤسساتيين. أقبلك. نعم. أما الأفراد اللي هو خلانا مثلا زي حالاتي أنا أو غيري، أقبلك. فمجرد بعمل شيء كويس جزاهم الله خير، يعني ما فيش مشكلة. وفي كل يوم الدكتور بتطلع آلاف المبادرات في العالم العربي والإسلامي، ما بتسمعش عنها، لكن مش كل يوم بنطلع مؤسسة. فتحدينا في العصر الحديث الآن في القرن 21 أن نمأسس كل عمل نقوم به، سواء كان في المؤسسة في المساجد، مراكز إسلامية، أو العمل الخيري، أو العمل السياسي، أو العمل كل العمل الاجتماعية دي كلها، العمل الإعلامي كذلك يبقى مؤسسة. ما ينفعش أكون داخل محطة من المحطات هي بتاعت إيه الرجل الواحد، أبدا، خلاص انتهى العصر ده كله. قبلك. طيب. أو التلفزيون هو لا، ما ينفعش، خلاص راح خد حبي وراح، راح في الأفراح زي ما عبد الحليم حافظ كان بيغني زمان، خلاص الموضوع ده انتهى. موضوع عنتر بن شداد وممدوح هيركوليز اللي هو بيجي يقول لك ايه، او شمشون هيكسر الدنيا، لا خلص حدوته، ما ينفعش، خلاص احنا مؤسسه دلوقتي. وبعدين حتى المساجد لابد ان تخرج من عباءه الفرديه، قبلك، والفكر الديني لابد ان يخرج من عباءه الفرديه، لابد ايه تحول لمؤسسه ومرجعيات، لان هنا الكنائس يعني مؤسسات وعندها اوقاف بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما في مؤسسه الوقف مش موجوده دلوقتي عند العالم العربي والاسلام. طب انا بزعلك دلوقتي، مؤسسه الوقف اختفت للاسف، يس اختفت، مع ان احنا المسلمين كنا اول من قام بموضوع الاوقاف وقام بهذه الامور. دكتور انا بدي اسالك، الاسماء اللي ذكرتها وغيرها من علماء واشخاص عملوا كثيرا في العمل الانساني، اثروا في البشريه، اثروا في كثير من الناس سواء محليا أم عالميا، وحضرتك منهم، لكن هل تتوقع أنه هذا التأثير كان بما يكفي عالميا، أي أن الإعلام الغربي أو الأشخاص بالمجتمعات الغربية عرفوا عنهم، أم بقى هذا الموضوع لوكال زي ما بيحكوا محلي؟ بعض البنغلاديشيين عرفوا عن دكتور محمد رحمه الله، بعض المصريين عرفوا عن دكتور محمد بشاري رحمه الله وانتهى الموضوع. ما يعني نرجع مرة ثانية نتكلم عن المناخ المجتمعي اللي احنا عايشين فيه، والسعة اللي هي الحرية بتاعة المجتمعات اللي هو اسمه كده اللي هو سعة الحريات في مثل هذه المجتمعات. نعم. ساعة الحريات مثلا، يعني مثلا هقول لك حاجة، أنا مش عايز أظلم الغرب وأقول الغرب بيحاربنا، لو هقول كده طب ودوني ادوني دكتورة فخرية ليه؟ الملكة كرمتني ليه؟ يمكن احنا ما بنعرف أسبوع على ما لذلك أنا بقول لك إيه المؤسسية في كل حتة، واللي هي مساحة الحريات المتاحة يا دكتور، مساحة الحريات المتاحة للمجتمع والمتاحة للعمل الإنساني قد تكون مش موجودة على الإطلاق.
وقد تكون موجودة على استحياء. ففي هذه المساحة أنت بتحاول تطفي الحريقة، مش هتستطيع أنك بعد ما تطفي الحريقة تبني البيت مرة ثانية. صحيح. قبلك. فبالتالي وبعدين في شباب، يعني أنا مش ضربت لك المثل في حلقة من الحلقات اللي فاتت دي عن الشباب، حتى المبادرات ممنوعين منهم يعملوها. ده حتى كان واحد في بلد ما عايز يحجز قاعة للجوز فيها، كل القاعات مقفولة في المساجد إلا القاعات اللي عملها الجيش في بلده، وهو ما عندوش إمكانية يدفع المبالغ دي كلها. فتخيل حتى الفرح. ثم تنظر أهم حاجة في الموضوع اللي هي مساحة الحرية المتاحة أو متوفرة للمواطن. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم وأنا صايم وأنت صايم ومن يسمعوننا يكونوا صاموا فطر، إن لو أعطيت الحرية لهذه الشعوب لتقدمت بالدول العربية عن أوروبا وعن أمريكا. هو إيه؟ إحنا ناس عندنا تاريخ، عندنا ثقافة، عندنا قيم، عندنا أخلاقيات، عندنا إبداعات، عندنا اللي هو الإيمان بأننا قادرين على إحداث التغيير، عندنا ثروة بشرية من الشباب، ثروة. مش يجوا الناس يقول لك إيه؟ إحنا مش عايزينكم تخلفوا، أنتوا كتير علينا. مين اللي قالك؟ وفي السماء رزقكم وما يعدون، يعني أنتوا بتتكلموا عن رزق مين؟ ده كنت أنا بسمع كحلقة للشيخ النابلسي كان بيتكلم فيها من كام يوم، كان زي الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما حد يقول له انا عندي ضيقه في المال يقول له روح اتجوز. يا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتجوز ولا مش لاقي اكل؟ قال زواجك من المراه ربنا هيديك رزق عليها وعلى اولادك، ما فيش حد ربنا ليه؟ لان الزواج تحسين وحسن المراه وحسن الرجل، فلا بد في الحسن ده ربنا هيمد لك الرزق اللي هو. آمين. طيب دكتور أنا بدي أسألك سؤال، معظم اللي بيشتغلوا في العمل الإنساني والعمل المجتمعي تنتشر حولهم شائعات تشكيك بأعمالهم، بالرغم من كل التضحيات اللي بيقوموا فيها سواء وقت ومال وعلاقات، كيف يمكن الرد وكيف يمكن التعامل؟ أعطينا بعض الخبرات اللي أعطيتها للشباب ينظروا إليه. أنا هجيب لك بيت القصيد. يب. يقول لك العالم دي بتركب في بلادهم مثلا في باكستان أو في أفغانستان عربيات دفع رباعي. خلاص؟ العالم دي ماسكة تليفونات زي ما كان زمان حاجة اسمها ثريا. العالم دي بتدفع ما بتوصلش الجنيه زي ما بيخرج من إيدك لهناك. خلاص؟ وهكذا. دي بس انا مش هقول لك، انا عندي محاضره هعملها مع زميل ليا بعد كام يوم عن المصيف الاداريه. شوف يا دكتور، قول لهؤلاء الناس لا يوجد على وجه الارض على الاطلاق عمل دون مصيف اداريه على الاطلاق، والمصيف الاداريه للعمل الدولي لن تقل عن 15%. اللي بيحلم يحلم، اللي بيحلم نحن. ليه؟ لان في ناس انت موظفهم في باكستان او في افغانستان او في طاجيكستان او في اوزبكستان او في السودان او في الصومال او في اي مكان، ناس هشتغل بلاش، مش دول اللي عاملين علينا كنا بنتكلم عليهم قبل كده. قبلك. انا عنديك سؤال، انا دلوقتي انت هتتبرع لي بكام النهار الليله دي؟ انا بس ايه، قول لي هديك مثلا، اديني مبلغ كده. انا بسالك سؤال، انت $500 دكتور، $500 $500 انا هاخد ال $500 ده، وانت مثلا قلت ايه انا هوديهم اكل، خلاص، قول مثلا لبنجلاديش، خلاص، فلا مؤاخذه بقى ال $500 بتوع حضرتك دول هينطوا من جيب حضرتك ويطيروا في الهواء ويروحوا لبنجلاديش وينزلوا على الارض يخشوا عند الراجل بيبيع الاكل ويعملوا صندوق ويدوا للست عشان يبقى مصيبه زي ما فيش. الكلام ده تلاقيه فين يا دكتور؟ في الجنه. في الجنه لما فيش مصيف اداريه. لكن $500 بتوعك دول هيجي لي انا، انت بتدفع عليهم تحويل يمكن ربع في الميه او كذا، يمكن مثلا 20 سنت او حاجه، ادي اول مصروف اداري قبل ما يجي لي انا. انا بجيبهم
بالك، وبخلي واحد ياخد باله منهم، وبعدين بعد كده هو بحولهم لمشروع. المشروع ده بتروح هناك في مكتب، المكتب فيه كهرباء، المكتب فيه موظفين، فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا. فال 500 دولار مش ممكن حوصل له 500 دولار. فهنا المفروض واحد يتقي الله في كم من 500 دولار يوصله. ده نقطه. النقطه الثانيه، اتهمونا بالعربيات الدفع الرباعي. تعال ناخدك معايا في اي مكان في افريقيا، لن تستطيع ان تسوق عربيه مرسيدس خارجه من الاجنس في افريقيا على الاطلاق الا ان تكون مرسيدس دفع رباعي. طيب لن لازم تستطيع. وكان حاجه، كان العربيات المعروفه، العربيات الباجيرو والتويوتا. ليه؟ لان في جبال، في جبال يا شباب، في صخور والشوارع في بلاوي زرع. يب، والشوارع غير مؤهلة وال... كل دي بالنسبة للعربيات. دي بالنسبة للعربيات دي كلها. احنا نتكلم عن المصيف الادارية، مع المصيف دي اللي هو اسرائيل لما طلع في التسعينيات ايام، او في الاول اول الالفية دي، ايام حرب افغانستان، كان دقيقة بكام؟ كان في اللي هو المحمول، كنا شارين وكذا، نبقى ماشيين وعنا التليفون يعني ايه، يعني قد كده، شايف دي؟ هذا التليفون اهو مشينا على كتفنا، ونقعد نشحنه بقى، كنا مسمينه ايه، ساتلايت. وشايلينه. كنا اشترينا التليفون ده دكتور ب 3000 و4000 دولار. ليه؟ لان في دول ما فيهاش شبكات على الاطلاق. لما تبعت شاب من الشباب، وكنا بنشتري كمان ايه غير كده، هو اللي هو بتاعت الوايرلس دي، اسمهم ايه دول، اللاسلكي. كان الجهاز بيتكلف حوالي 10000 او 20000 دولار. ليه؟ لان في اماكن في السودان وغيرها ما فيهاش، بتشتري السيستم في الخرطوم يكون السيستم موجود في المكاتب الثانيه. ليه؟ لان ما فيش تليفونات. يقول لك ايه عندهم لاسلكي، ايه عندنا لاسلكي، ايه المشكله؟ فكل هذه الاشياء لابد انت تعلم الشاب ده يا اخوانا. لا يعني في الفتره اللي احنا كنا فيها دي كان ده اللي حاصل علينا، وكان الاشاعات دي بالنسبه لنا احنا كلها، واخد بالك؟ فلذلك العمل الخيري ما بتعملش من غير مصاريف. واضح. طيب انا بقول للمتبرع اللي هيسمعنا النهارده مع صلاه العشاء، اتفضل. دكتور هاني، كيف ترى العمل الانساني سواء العربي او الاسلامي الان في الساحه العالميه؟ هو تقدمت مؤسسات كثيره جدا ودخلت الساحه العالميه، من الكويت ومن البحرين ومن اوروبا طبعا، يعني وكندا، يعني المسلمين اللي في اوروبا وامريكا وكندا دول يعني دخلوا الحته دي، ما فيش مشكله فيهم انهم موجودين في الساحه العالميه. من باكستان دخلوا، من افريقيا دخلوا، حضرتك من بنجلاديش دخلوا. اصبح دلوقتي في يعني زي ما في مخاض جديد يا دكتور. المخاض الجديد ده بيقول ايه؟ العمل الانساني الدولي ما يكونش شمال شمال او غرب غرب، يكون شمال جنوب وغرب شرق. في مسيره ماشيه اسمها، انا جزء منها، اسمها اللي هو ايه، اللي هو استعماريه العمل الانساني، اللي هي colonization او imperialization of العمل الانساني. طبعا انا بتفق مع الاخرين في كتير جدا منهم قالوا اللي هو ايه، you cannot come، يعني اسف انا بتكلم الانسان تعود، ما تجيش عندي تحتلني، انت تيجي تمكنني واقول لك جزاكم الله خير، انا مستعد، انا مش عايز اكل واشرب، انا عايز استطيع ان انا اعمل، ان انا بدل ما اكل السمكه انا اللي اصنع الشبكه، مش بس اشتري الشبكه، انا اللي اصنع الشبكه. انا بدل ما تجيب انت الاكل بتاع اللي هو الدقيق، انا اللي ازرع الدقيق. دكتور هاني، قمتم بعمل رائع في كوسوفو يؤكد ما تقوله، لو تعطينا بس مثال عليه. العمل اللي في كوسوفو دي شركه تبع الاغاثه الاسلاميه بتقرض الناس علشان يمكنوا نفسهم من الحياه. المسيره دي تعرف بدات امتى يا دكتور؟ بدات في 92 ما شاء الله، في بنجلاديش برضك. ارجعك لاخوك محمد يونس، بتحب محمد يونس، اشتروا بقره، وبدات في الشان، اشتروا بقره، بقره ب 200 300 دولار في الوقت ده، واشتروا حاجه اسمها الركشه اللي هي زي العجله كده اللي بيركبوا عليها الناس. بدانا في الموضوع ده من 92. تطور، شوف بقى، شوف خرجت من الركشه
ومن البقرة الركشة اللي هي في مصر بيسموها التوك توك. أكيد تعرف التوك توك وتعرف الركشة. طبعا. ده كان في بنغلاديش في كذا نوع من أنواع الركشة. في الركشة بالعجلة اللي هي في ركشة بتشد كده الإنسان يبقى ماشي على رجليه بيزقها كده زي ما زي وللأسف واحد زي العجلة واحدة موتور ركشة اللي هي فيها موتور اللي هي تعتبر التوك توك دلوقتي موجودة إيه في مصر أو في السودان إلى آخره. فده احنا بدأنا الحاجات دي سنة كام؟ والله كانت النقاش عليها في 93 و94. انت لازم تكلمني في 2020 بعد 27 سنة في شركة في البوسنة، في شركة في باكستان، في شركة في التانية اسمها ايه البوسنة باكستان وكوسوفو. يعني الفلوس اللي صرفت او رأس مال الشركة اللي بتدور في البوسنة كان مالها يقل عن 6 مليون دولار، لكن الميزانية الأساسية يمكن كان 100,000 أو 50,000 دولار. والمشروع ده كله بدأ إزاي يا دكتور معايا؟ نعم. بدأ أن أنا في أحد السنوات كان الشيخ رحمة ربنا يديه الصحة الشيخ يوسف القرضاوي كان واحد ده تبرع في المغرب 50,000 مارك. أنا بقى دائما أحرق القصة دي كلها ليه؟ لأن الشيخ ربنا يديه الصحة يعني قبل بلا حسن في العلم وكذا، فقال لي وكنت أنا في الدوحة بزور الدوحة فقلت أسلم عليه، قال لي تعالى زورني في البيت، قال لي خد فضل ده مبلغ واحد متبرع بيه من ده الكلام سنة 99 أو 2000. قلت له طب نعمل بيه ايه؟ قال انتوا اي حاجة. قلت له الايتام، قال لي ايتام. اشترينا بيه كام يا دكتور محمد يا دكتور كام؟ اشترينا بيه 30 بقرة بوسنوية بال 50,000 مارك قبل المارك ما يبقى يورو بعد كده. نعم. السنة اللي بعدها او السنة اللي بعدها قدمنا مشروع لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه بنص مليون دولار. يبقى من 50,000 مارك لكام؟ نص مليون دولار. خلاص؟ اشترينا بيهم 350 بقرة بسم الله ما شاء الله، شايف بقى كده؟ البقرة عليها حلوة وجسمها حلو وبتاعت لحمة وبتاعت بقى لبن. والبقرة دي حلت مشاكل عائلات كثيرة. واخد بالك؟ لأن كان المرأة البوسنية مرأة بردك منتجة ومرأة عاملة. واستطاعوا ان يعملوا منها يسد القروض وخدوا قروض وقروض 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 الى ان تحولت في الاخر الى عمل مؤسسي اللي هو علشان الحكومات دلوقتي فرضت على اللي هو القروض دي كلها انها تخش عن طريق البنوك وتسلم بالشيكات من زي ما كان زمان قبل كده بتسلم كاش. نعم. سواء كان في كوسوفو او تفضل. طبعا دكتور هاني لا يمل الحديث معك، موضوع الأعلام والشخصيات الرائعة التي غيرت في تاريخ العالم سواء محليا أو عالميا لهم منا كل التقدير وندعو لهم بالرحمة والمغفرة. سلطت الضوء على بعضهم، وكما قلت أنه يجب أن نقوم بدراسة تاريخنا بمعرفة تاريخنا، ولكن للأسف في هناك تقصير، قد يكون هذا التقصير مقصود أو غير مقصود، نعوذ بالله أنه يكون مقصود، وإن شاء الله رب العالمين نستطيع يدا بيد أن نضع بصمة في التاريخ العربي والإسلامي في العمل الإنساني ليستمع ويراه من يأتي بعدنا. دكتور هاني، باسمي واسم جميع العاملين في قناة كنار تي في واسم جميع المشاهدين أشكرك على وقتك الثمين الذي أعطيتنا إياه اليوم، وأشكر إسلاميك ريليف على مساندتنا في قناة كنار تي في لإصدار برنامج رائع مثل هذا ليسلط الضوء على شخصيات وعلى أعمال عالمية لتكون قد تكون فاتحة للآخرين إن شاء الله في العمل الإنساني. مرة أخرى نقول لكم خير الناس أنفعهم للناس، برنامج يأتيكم على كنار تي في صوت العرب من كندا بمساندة ودعم إسلاميك ريليف. مشكورين جميعا، نراكم في حلقة قادمة وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.